كلمتي شكر خاص لكل من ساعد وساهم ونظم هذا اللقاء، وعلى وجه الخصوص جامعة بوسطن تستحق شكر. رئيس النادي يوسف الراجحي أيضا، نائبة الرئيس آية ماني، محمد الملح اللاحم أو الحامد عفوا محمد الحامد، هديل الحربي، زهور أزهار عفوا معليش أرحمني ترى الأسماء ما أحفظ أسماء. ايضا ما شاء الله المزمار الليله حتسوي معنا ولا لا؟ اذا البلدي طالع علينا المقري ما عرفت اسمه. عطيف الدهلوي. كل الشكر خاص ايضا لكم انتم اللي حضرتوا وجيتوا في 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 في, في يوم السبت اللي يوم اجازه. حضوركم هنا الحقيقه يعني اسعدني كثير، ومثل ما قلت لكم أي أحد عنده أي مشكلة معنا الدكتورة حصة الفايز، معنا أيضا المشرفين الدراسيين، سيتم حلها هنا اليوم عند توجيه الدكتورة حصة. أن أي واحد عنده مشكلة سيتم حلها. في واحدة من الأخوات لسه كانت هنا قبل ساعة ما أعرف مين قالت لي تغير تخصصها، قلت للدكتورة غير تخصصها. أي أحد عنده أي مشكلة الآن يجيبها للدكتورة حصة حالة. اي احد عنده مشكله مع اتنا، الاخت موجوده ايضا من شركه اتنا.